أليس الليل يجمعني وليلى كفاك بذاك فيه لنا تداني وترى وضح النهار كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. يقول قيس إذا كان الليل والنهار يظلني أنا وليلى بنفس اللحظة فهذا يكفين، فالكون ظلام دامس وهو الأصل، والنهار حادث للأرض بسبب ضوء الشمس، بمعنى إنه النهار يولد من رحم الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون. فللأرض حركتين، حركة حول الشمس وتدوم لمدة سنة كاملة وينشأ عنها الفصول الأربعة، وحركة حول نفسها تدوم كل 24 ساعة وينشأ عنها الليل والنهار، ودائم الوقت لها حركتان إحداهما ينتج عنها الأبيضان آخرها طويلة متسعة ونتجت عنها الفصول الأربعة. ولو قدر لنا أن نركب صاروخ ونروح للكون الشاسع فلن نشاهد إلا ظلام دامس رغم كثرة الشموس بين قوسين النجوم، فسنشاهدها على شكل نقاط بيضاء. ومع هذا لا نستقر بحركة ثابتة، ليش؟ لأن حركة النجوم تأخذنا يمين ويسار، ولو فتحنا عليهم باباً من السماء لظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالظلام الدامس للكون والنور للأرض. لا تحسب إن النور يا زين مني، وجهي ترى يعكس لك النور مني، مثل القمر والشمس كنك وكني أعكس شعاعك وأسهر الليل عنك.